ايه عدالة؟ انا مش فاهمك، انت رايح جوجل ولا نازل ياهو؟ بقالك فترة قاعد وانا خايف التايم ده كله يتسطب عليك. صباح النور حبيبي، انا خايف على فلوسك. انا اصلي يعني مش عارف، الكمبيوتر بتاعك فيه مشكلة. اصل انا يعني اديت نمرة بتاعت السايبر بتاعك ده لواحد صاحبي يعني عشان يكلمني على الشات. هي مش النمرة 35؟ انت اديته نمرة تليفون السايبر عشان يعمل معاك تشات؟ انت ايه، غيرت النمرة ولا ايه؟ ده انا جاي عندك انت بالذات يعني. معقولة خميس مرضيش اروح السايبر اللي تحت البيت وجيت لك؟ قلت برضو انت اولى يعني، نفعني ونفعك. لا عيب يا عدالة، انت راجل متفرمت وتفهم في الاصول، وبعدين ده الجار اولى بالشفعة. المطعم بتاعك لزق في السايبر بتاعي كأنه فايل واتقسم نصين. فايل و... طب انت ايه، ما عندكش شات ولا ايه؟ عادل صارحني، هو انت ما بتفهمش في التكنولوجي خالص؟ انا ما بفهمش في التكنولوجي يا ابني، ده انا اشتغل على النت من ايام ما كان بالمنافيل يا ابني. لا ده انت فاكس خالص. انت عبيط ولا ايه؟ انا عبيط برضو؟ يا خسارة يا عادل، بجد يا خسارة. ده انت طلعت مت فيروس ومحتاج الانتي، ده انت مصفر خالص. مصفر يعني ايه؟ مخك مصفر. عادل اتكل على، بص انت تروح تجيب لك كوزين بطاطا وتشويه مع البوتاجاز على العين الكبيره عشان تعمل تشات مع صاحبك وتسمع بوضوح. الله الله الله، لا 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 كده القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ انت بتتكلم مع مين يا ابني؟ ده انا السايبر بتاعك ده اقفله لك يا ابني. يا سلام، تقفله ازاي بقى؟ هبلغ عنك البوليس. ليه؟ دخلت لقيت الاسلاك عريانه؟ انا كل شيء عندي في السليم، معايا تراخيصي وتلاخيصي وتفاصيصي. برضه هقفل لك السايبر ده وهتشوف يا خميسه سايبر. على ما في خيلك اركبه. انا ما عنديش خيل، قصدك يعني اخبط دماغي في الحيطه؟ ماشي، هفرجك بقى عادل سعيد هيعمل فيك ايه.